ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. كما إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، أنا عندي ثلاثة أسئلة. أنت عندكم بركة في الكتاب ده؟ لا أنا عندي ثلاثة أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وعنايته ورعايته في القسم الأول الإلهيات. فإنه الكتاب أو العلم منقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول الإلهيات، القسم الثاني النبوات أو النبويات، وبعدين السمعيات للغيبيات. أول بيت هنا بيت التاسع، فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرشده فاستمع. يكفينا البيتين دول. اقرأ كده الأبيات من أولها. هنقرأ الأبيات عشان نحفظها إن شاء الله. نعم. الحمد لله. يلا بي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله على صلاته. اقرأ معاك. الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وبهله بالحق محمد عارف بحسن ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد فالعلم بأصل الدين محكم لحياة المبتلين لكن من التطويل كلف الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. وهذه معجزة لقبتها جرارة التوحيد قد هزمتها والله أرجو بالقبول نافعا بها أريد في الثواب طامعا. فكل من كلف شرعا وجبا عليه ان يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع. فكل من كلف شرعا. اول حاجه ايه؟ الفاء. الفاء دي واقعه في جواب شرط مقدر، لانه الفاء بتقترن بفعل الشرط ولا بجواب الشرط؟ بالجواب. طب هي هو الشرط المقدر. كانه قال: اذا علمت ما تقدم من المقدمه فاصغ للمقصود من الكتاب. يبقى هنا الفاء دي الشرط. اذا علمت ما تقدم فاصغ للمقصود من الكتاب، لأن المقصود منه بيان الواجب والمستحيل والجائز في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام. يعني إذا علمت ما تقرر من المقدمة وغيرها فكل الشرط المحذوف اللي هو إذا وعلمت. فكل من كلف يعني كل من كان مكلفا ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عالما أو جاهلا، هكذا. يعني كل من إيه هو مكلف شرعا. يعني معنى هذا يريد أن يقول التكليف هنا بالشرع لا بالعقل. فشرعا منصوبة على إيه؟ على نزع القاف. يعني كلف بالشرع. خلاص كده؟ كلف بالشرع. يبقى المكلف من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل. بسأل سؤال جاوب.
يبقى الأول نعرف المكلف منه. المكلف هم إيه؟ أو المكلفون هم الثقلان، ولذلك سموا إيه؟ بالثقلين لإخراج الملائكة. قال الثقلان هم إيه؟ الإنس والجن، لأنهم أثقلوا بالتكاليف، هي عليهم عبء ولها ثقل ومسؤولية ثقيلة عليهم. أما بالنسبة للملائكة فهي جبلية، طاعتهم بالخلقة يعني مختارون، لا يشعرون يعني بأن هناك كلفة أو مشقة أو تعب، بخلاف الإيه؟ الإنس والجن. فالمكلفون هم الإنس والجن. طيب خلينا في الإنس، الجن ده يعني نتكلم عنه. المكلف من الإنس هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لأننا نضع سؤال وهو شروط التكليف. يبقى شروط التكليف ثلاثة: البلوغ واحد، العقل اثنين، الشرط الثالث بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. في شرط رابع هو سلامة الحواس، فإذا خلق الله تبارك وتعالى إنسانا أعمى أصم أبكم هذا غير مكلف. واحد كده مخلوق أعمى أصم فإنه غير إيه؟ غير مكلف. ليه؟ لماذا؟ هو بالغ وعاقل ولكنه إيه؟ غير سليم إيه؟ الحواس. يبقى إذا وجد إنسان كده ولد كده أو خلق أعمى وأصم يعني فاقد الحواس غير إيه؟ غير مكلف. ما هو ما بلغتوش كيف تبلغه الدعوة؟ يعني ألا يدخل هذا كده؟ يدخل، بس ممكن يكون عدم بلوغ الدعوة مش لأنه يعني بيسأل بيقول هل يمكن الرابع ده يدخل في الثالث لأنه الأعمى الأصم، يعني معناها لا يمكن أن تبلغه الدعوة، مش هنستطيع أن نوصل له الدعوة كده؟ لكن قد يكون سبب عدم وصول الدعوة ليس لأنه أعمى، لأنه نشأ في شاهق جبل أو في مكان بعيد لم يخبره أحد ولم يسمع بشأن الرسالة. أفرض واحد وجد في أوروبا وسمع بالإسلام لكن مشوه إن جماعة قتلوا مجرمين وإرهابيين، يعني وصلته صورة سيئة وسمع بالإسلام بس سمع إيه؟ حاجة نفسك أو حاجة خوف، فهذا كأنه لم يبلغه شيء، لأنه لا اعتبار بما بلغ. احنا عاوزين اللي يبلغ يكون ايه؟ شيء يعني واضح صريح، مش يبلغ العكس. الذي بلغه ليست هي الدعوة، وإنما نقيض الدعوة أو عكس الدعوة، إلا إذا كان عنده مقدرة أو أهلية أو يعني كذا لاحت له الحقيقة أن الأشياء دي مكائد أو مشوهة أو صور متعمد فيها الكذب، ثم لم يبحث أو لم يتعقب ممكن ده يؤخذ. إنما واحد كده قد الكلام مسلمات كده، يبقى إذن هذا حكمه حكمه من لم تبلغه الدعوة. هذا من الإنس. يبقى شروط التكليف أربعة: أول حاجة البلوغ، بعد كده العقل، بعد كده بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده إيه؟ سلامة الحواس. يعني هنا مش موجود في الشروط للإسلام، ها؟ يبقى معناه ليه؟ لأنه التكليف هنا بالأصول، فالمكلف هنا بالأصول يعني بالدين، بأصل الدين وليس بفروعه، فالتكليف بالفروع يشترط فيه الإسلام. أما التكليف بالأصول يعني هو تكليف بالإسلام نفسه، ولو كان مسلما فكيف نكلفه بالإسلام؟ وهذا تحصيل حاصل. فالمراد المكلف من الثقلين، يعني كده المكلف من إيه؟ من الثقلين يا معشر الجن والإنس. أما الملائكة خرجوا فليسوا من الإيه؟ من الثقلين. ليه؟ الخلاف
يعني واحد يقول لك والملائكة ضمه يعني مش مكلفين. احنا قلنا التكليف معناه هنا التكليف بأصل الدين. وأول واجب على المكلف هو إيه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. فتأخذ بالك الخلاف الذي جرى بين العلماء هل الملائكة مكلفون أو غير مكلفين، إنما هو في غير معرفة الله. يعني الكلام ده في غير الإيه؟ المعرفة. بالنسبة للمعرفة، بالنسبة للملائكة جبلية يعني بأصل خلقتهم، فليس في الملائكة من يجهل صفاته سبحانه وتعالى كما هو الشأن في كثير من الإنس والجن. يعني الملائكة بحكم أو بأصل فطرتهم أو خلقتهم يعلمون تنزيه المولى تبارك وتعالى، ويعرفون ما يجب له من الكمالات، وينزهونه عن النقائص. فلا خلاف في أن المعرفة عندهم إيه؟ جبلية وموجودة. ولذلك لما أثنى الله تعالى وذكر شهادته لنفسه قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أطلق. والملائكة يعني إطلاق هنا لم يقل يعني وأولو العلم من الملائكة، أو لم يقل يعني وبعض الملائكة، أطلق والملائكة يعني يشمل هنا إيه؟ جميع الملائكة. أما عندما قال وأولو العلم، هذا من مين؟ من الإنس، من الناس يعني، فلم يقل والناس، وإنما قال وإيه؟ وأولو العلم، يعني معناها يوجد في البشر من هو من أولي العلم ومن هو حتى أولي العلم فيهم الراسخ وفيهم غير الإيه؟ غير الراسخ، ويوجد من هو إيه؟ من الجهلاء، من الجاهلين. أما في الملائكة لا يوجد فيهم جاهل واحد بالله، كلهم إيه؟ على علم وعلى معرفة جبلية. ولذلك لما قال والملائكة أطلق، إنما هل قال والناس؟ لا، يعني لم يذكر من الناس إلا أولو العلم خاصهم. يعني ده دليل على أن الملائكة المعرفة موجودة عندهم وكلهم علماء. كيف يكون كلهم من أهل العلم ولا يعلمون إيه؟ ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يستحيل وما يجوز. هذا الشأن بالنسبة لمين؟ لغير الملائكة. الملائكة كلهم علماء، همش واحد مش متعلم، لكن طبعا متفاوتون. فليس العلم اللي عند جبريل عليه السلام وميكائيل زي إيه؟ سائر أو غيره من الملائكة. هذا من الإنس. عرفنا البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، سليم الإيه؟ الحواس. طب اللي بلغته الدعوة، تكتب بالك الذي بلغته الدعوة، دعوة مين؟ دعوة النبي. طب هل إذا بلغته دعوة أي نبي، يعني واحد سمع مثلا بسيدنا إبراهيم أو سمع بسيدنا موسى أي نبي، هل يجب عليه الإيمان به؟ لا. المراد بلغته دعوة النبي الذي أرسل إليه، خلاص كده. يبقى النبي اللي المرسل إليه، يبقى ليس أي نبي وإنما النبي الذي أرسل إليه. هذا بالنسبة للأنبياء السابقين. أما بالنسبة لسيدنا محمد هو مرسل للكل، فمش واحد يقول لك أنا صاحب بلغتني الدعوة لكن هو ليس مرسلا إلي، يقول لا هو مرسل إلى الناس جميعا. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى المراد هنا بدعوة النبي طبعا بالنسبة لنا ما فيش إشكال، لأنه أرسل إلينا وإلى غيرنا. أما إذا بلغته دعوة نبي ثاني فليس مكلفا بالإيمان بها. أما بالنسبة مثلا
أمرنا أو من أصول ديننا أن نؤمن بالأنبياء جميعا، ما فيش مشكلة عندي. طب ولنا مش متحدين في الدعوة؟ أي بس ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، يعني هو رسولا إلى بني إسرائيل، فليس العرب ليسوا مكلفين به برسالة موسى ولا برسالة عيسى. لكن في واحد من العرب آمن به أو تهود أو تنصح خلاص، ده قبل الإسلام، ما بعد الإسلام ما فيش، لا يطرح هذا السؤال أصلا، لأن الإسلام نسخ كل شيء. إذا كان في العرب من هو على اليهودية وكان منهم من هو على النصرانية، إذا المراد بدعوة النبي عن الذي إيه؟ ليس أي نبي، ولكن النبي الذي أرسل إليه، لأنه كل نبي من الأنبياء السابقين كانت دعوته أو رسالته خاصة. إيه معنى خاصة؟ يعني لا يجب على غير قومه أن يؤمنوا به لأنه ليس مرسلا إليهم، واضح؟ أما من الجن، شروط التكليف عرفنا المكلفون هم الإنس والجن، وشروط التكليف أربعة: البلوغ، العقل، بلوغ الدعوة، سلامة الحواس. هذه الشروط بالنسبة للإنس. أما بالنسبة للجن يبقى إذن لا يشترط البلوغ، لأن تكليفهم من حين الولادة، أول ما يتولد الجن يتولد كده على طول مباشرة، يطلع مرة واحدة جن أصبح إنس، يطلع كده مرة مباشرة. يبقى إذن المراد هنا إيه؟ الإنس. أما الجن يكلف من إيه؟ من أول ولادته. فالمراد المكلف من الثقلين احترازا عن الملائكة، لأن توحيدهم جبلي لا كلفة فيه. يعني الكلفة يعني إيه معنى كلمة كلفة؟ يعني حاجة فيها مشقة، فيها عناء، أو فيها فعل، فيها شيء كده يعني كلفة، استثقال، كلفة، تمام كده؟ نعم. يبقى إذن بالنسبة للملائكة لما نقوله غير مكلفين الكلام بتاعنا صحيح، بس مش معناها غير عارفين وغير موحدين، لا، المعرفة موجودة عندهم بس من غير إيه؟ من غير كلفة. لا، ولو قلنا بأنهم مكلفون كما قال الشبكي وقال بعض العلماء، لكن التكليف ليس بشرعنا، وإنما مكلفون بما يليق بهم. يعني إذا لو كان الملائكة مكلفين وهذا بالنسبة لهم إيه؟ ليس كلفة، لأنه مفيش عناء، ده بحكم الخلقة، ده من باب إيه؟ التشريف. يبقى على القول بتكليفهم يبقى بما إيه؟ بما يليق بهم وليس بإيه؟ بشرعنا، لأنه شرعنا مش حيتناسب مع طبيعة خلقتهم. يعني مثلا زكاة الزروع والثمار والصوم وأشياء كثيرة حجبوك، وترى الملائكة إنها في عبادات، في أشياء تناسب والنكاح وأحكام المعاملات كل هذه لا تليق بالملائكة لأنهم لا يتناسلون، واضح؟ نعم. الآن عرفنا من هو المكلف، ما هو التكليف؟ التكليف له تعريفان: إلزام ما فيه كلفة، أو طلب ما فيه كلفة. إذا تختار هذا التعريف أو ذاك، إما نقول كذا التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. فما الفرق بين التعريفين؟ قال لك على الأول اللي هو إلزام، يكون التكليف قاصرا على الواجب والحرام، وهو ما فيش إلزام في المندوب ولا المكروه ولا المباح،
يبقى معناها حيقتصر لو عرفنا التكليف بأنه إلزام حيقتصر على إيه؟ على الواجب والحرام. أما على الثاني فحيدخل الإيه؟ المندوب وحيدخل الإيه؟ المكروه. أما المباح فلا يدخل على التعريفين لأنه ما فيهوش إيه؟ تكليف، مخير بين الفعل وبين الإيه؟ وبعضهم قال يدخل من حيث أن أفعال المكلف تدور بين هذه الإيه؟ الخمسة. أفعال اللي تصدر منك يحكم عليها بأنها واجب، حرام، مندوب، مكروه، مباح. ده يعني ما يتعلق بأفعال المكلف من حيث التعلق، أما من حيث طلب الفعل يبقى إذن هنا يبقى إيه؟ حيدخل أربعة. طيب ومن حيث الإلزام حيدخل إيه؟ لأنك أنت إيه؟ مكلف بالواجب بس على جهة الإلزام، ومكلف بالمندوب المستحب ولكن ليس على جهة الإلزام. فهنا طلب وهنا طلب، في طلب جازم وفي طلب غير إيه؟ وأيضا حتى في النهي، في نهي جازم وفي نهي غير جازم. طب عد احنا قلنا احنا اثنين واثنين اربعة والمباح ما يدخلش لا على الاول ولا على الثاني. طب منهم من عد المباح؟ فقالوا ان الشيخ بيقول وعدهم المباح من اقسام التكليف فيه نوع ايه؟ تسمح، يعني فيه شيء من التجاوز، لانه لا يقال الزام ما فيه كلفه او طلب ما فيه كلفه، يعني لا يخضع لا للتعريف الاول ولا للتعريف الثاني، لانه ليس فيه الزام وليس فيه طلب. واحنا عرفنا التعريف بانه ايه؟ إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. يبقى إذن كل مكلف من المكلفين تتعلق هذه الخمسة بأفعاله. أي فعل يصدر منك يأخذ وصف من إيه؟ من أحد هذه الأوصاف الخمسة. خلاص كده لازم. فاكرين في علم التجويد قلنا فيه ايه؟ صفات لا ضد لها وفي صفات لها ضد. عارف الحرف لازم يتصف بايه؟ من الصفات التي ايه؟ لها ليس لها ضد لازم يتصف بكم صفة؟ بخمسة، خمس صفات التي ليس لها ضد. اما الثانية قد يتصف وقد لا يتصف. فكذلك هنا يبقى هنا المكلف أفعاله لازم يكون واحد من إيه؟ من الخمسة دول. فكل من كلف شرعا، تمام كده؟ وعرفنا شروط الإيه؟ التكليف. أول شرط هو إيه؟ ها؟ هو البلوغ. عايزين نعرف إيه معنى إيه موضوع البلوغ ده؟ له إيه؟ له علامات. البلوغ يعني بلوغ سن التكليف. اقرأ يا علامات البلوغ. اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين امين. وقولنا هو البالغ من البلوغ وله علامات وهي فرق الارنبه وبيضه الحنجره ونبات. علامات يعني في جسمه. فرق الارنبه اللي في الانف دي وغلظ الصوت كده غليظ يتغير صوته. يعني رجل طفل يعني تحس انه صوته ايه؟ خشن بدل ما كان صوته زي البنت بيجي ايه؟ بعدين نبات العانه يعني ينبت شعر في الايه؟ في العانه. متن الابط يعني اول ما يجي يشم رائحه الابط يلقاها ايه؟ كريهه، انما الاول كان عاديه. فاول ما يحدث هذه التغيرات كبر الثدي ده بالنسبه للايه؟ للبنات. الانزال، الحيض، يعني كل هذه أمارات وعلامات الإيه؟ البلوغ. لما تحدث هذه التغيرات في هرمونات الجسم يبقى معناها بدأ إيه؟ يدخل في مرحلة ثانية. خلاص كده. بعضهم حددها إيه؟ بسن، يعني هو البلوغ دي علامات.
الصوت اتغير ينبت الشعر في عند مكان العورة. نتن الإبط يعني يحدث يتغير في رائحة الإبط في الأنف. كبر الايه الثدي. الإنزال معروف يعني المني. الحيض يعني بلوغ الحيض بالنسبة للمرأة. بعضهم حدد به بسن. سن كان قالوا ايه بلوغ 15 سنة عند الإمام الشافعي. يفرض العلامات دي تأخر ظهورها يضعف فيها من غير تكليف نسيبه كده خلاص. يقول لك لا حد 15 سنة ممكن في بلاد 12 13 11 ونص. يعني قالوا ان وصل 15 سنة خلاص حتى لو لم تظهر هذه الايه العلامات. ده عند مين؟ عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. وأيضا هو المفتى به عند الأحناف. يعني عند الشافعية والأحناف قالوا الحد كان 15 سنة. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال 18 سنة. فمن مات قبل البلوغ يعني قبل 15 سنة أو قبل 18 عند الإمام الشافعي. ولذلك خد بالك 18 سنة دي تعرف والد الرسول صلى الله عليه وسلم توفي إيه قبل ما يكمل 18 سنة. تمام كده بيبقى معناه مش داخل في التكليف عند مين؟ عند الإمام مالك. الإمام الشافعي قال كام 15 إيه 15 يعني كأنه مات قبل البلوغ يعني. عند الإمام الشافعي كام 15 سنة. الإمام مالك كام 18. فمن مات قبل سن البلوغ يعني مات صبيا يبقى فهو ناجٍ ناجٍ ولو كان من أولاد الكفار لا يعاقب على كفر ولا غيره. يبقى إذن الصبي ليس مكلف. فاللي يموت قبل البلوغ لا يعاقب لا على الكفر طبعا وترك الإيمان ولا على ترك التكاليف من باب أولى. خلافا للحنفية. الحنفية وبعض الماتريدية قالوا إيه بتكليف الصبي العاقل قبل البلوغ بالإيمان مش بالشرائع. يعني قالوا إذا كان عاقل ومميز يبقى هذا مكلف بالإيه بالإيمان لوجود العقل وليس مكلفا بالأحكام. أما هذا رأي إيه برأي الحنفية والماتريدية. لكن جمهور العلماء على خلاف يعني ده رأي ولكن الجمهور على خلاف إيه هذا الرأي. وبالنسبة لأولاد المشركين في كلام فيهم لكن التحقيق والأرجح أنهم غير مكلفين أيضا إذا ماتوا دون الإيه البلوغ أنهم ناجون. أولاد المسلمين وأولاد مين وأولاد المشركين. فكل من كلف شرعا يعني معناها من كلف بالشرع إشارة إلى أن التكليف دليل وجوبه إيه الشرع لا العقل خلافا لمين للمعتزلة. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. قالوا إن الصبي يؤمر بالإيمان إن كان عاقلا. يؤمر بالإيمان إن كان إيه مميز عاقل قبل البلوغ يعني. فإن جن قبل البلوغ يعني مثلا هو 10 سنين 11 سنة قبل البلوغ 12 سنة 14 عند من قال 15 16 17 فإن جن واستمر على هذا الجنون حتى مات فهو ناجٍ. لأن الجنون هنا قبل الإيه قبل البلوغ. طيب وإن كان الجنون بعد البلوغ وكان قبل أن يصاب بالجنون كان غير مؤمن ومات على ذلك فهو غير ناجٍ لأنه دخل في إيه شرط التكليف هو إيه وهو البلوغ. أما قولنا لا يعاقب على كفر ينافي قول المالكية. المالكية بيقولوا إيه ردة
يعني واحد صبي مثلا سنه 9 سنين 10 سنين ومسلم بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انه ويجي يصلي مع ابويه في جماعه ويحضر، ان ارتد الصبي يعني مثلا والده ارتد راح وارتد معه، ان رده الصبي عند المالكيه معتبره واسلامه كذلك، فكيف يرد على هذا الكلام مع اننا نقول بان الصبي ليس مكلفا؟ فالجواب انه ليس هناك لا منافاه، لان اعتبار رده الصبي عند المالكيه من جهه ترتب الاحكام الدنيويه، يعني في احكام تترتب على ايمان هذا الصبي وعلى كفره، يعني مثلا لو ارتد الصبي يبقى معناها تبطل ذبيحته ويبطل نكاحه مثلا، الاحكام الايه الدنيويه، وكذلك الغسل والصلاه عليه والدفن، يعني مثلا لا يعامل في اجراءات الجنازه معامله الايه المسلم. يبقى الكلام ده اعتبار رده الصبي بحسب اجراء او ترتب الاحكام اللي احنا بنجريها في الدنيا وليس بحسب حاله عند الله تعالى. هذا شأن من باب انه نجري عليه الاحكام الدنيويه التي تجرى على غيره من المسلمين ان ارتد او لا. قالوا لا، يعني معناها لو ذبح يبقى ذبيحته ايه باطلة، لو نكح يبقى نكاحه فاسد او باطل، انه خلاص فقد الايه الاهليه بكفره او بردته. انما هل معنى كده انه هو مكلف بالايمان؟ لا، اذا ما فيش منافاه بين ما قاله المالكيه اللي قالوه من ناحيه ايه ترتيب الاحكام الدنيويه وليس من ناحيه الحكم بانه مؤمن او ايه او كافر، يعني كانه حكم الحاقي، عارف في كافر حقيقه وفي كافر حكما. الكافر الحقيقي اللي هو البالغ اللي هو اختار الكفر على الايمان، اما الصبي يقال انه كافر حكما بحكم الحاقه بابويه، ان في كافر حقيقي وفي كافر ايه حكما، يعني مثلا زي اطفال المؤمنين يحكم لهم بانهم ايه مع ابائهم الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بالحقنا بهم ذريتهم. اقرا. ما هم قالوا باعتبار تنظيم الاحكام، ما قلناش دخل او خرج، هم قالوا لا ايمان ولا كفر، قالوا من ناحيه الايه؟ الاحكام الدنيا، واحد صبي قال لك انا خلاص كفرت او مش سمع ابوه قال كذا راح قال، او بيقول اشرح امن، يعني لا نعتبر لا الايمان ولا الكفر من ناحيه انه هو ايه؟ امن او كفر، لكن حنرتب على حكم دنيوي. يعني مثلا لو انا عرفت الصبي ده مش مسلم، حطرد من بره 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 مش هدخله المسجد، ليه؟ ده غير مسلم. طيب كيف غير مسلم؟ ده صبي لسه عيل، اسمك ايه؟ حنة. اطلع بره. ده مش لا، اما هم مالوش ذنب، ده ابوه اللي سماه، فانت طردته ليه؟ يبقى انت حكمت بانه غير حكما خلاص. ده لو جاء عيل صغير واسمه غير مسلم هنسمح له بالمسجد؟ لا، رغم انه هو اساسا مش مكلف بايمان او بايه؟ او بكفر. ده من ناحيه ايه؟ ترتب احكام دنيويه، يعني يمنع من دخول المسجد. لو مات صبي مثلا ندفنه فيه عند النصارى عند اهله، يعني ده ترتيب احكام دنيا، فاعتبارها عند المالكيه من ناحيه ترتيب الاحكام الدنيويه. واعلم ان اهل الفتره لا يجوز ولو بدلوا وغيروا وعبدوا الاصنام على الصحيح. واعلم بان اهل الايه؟ اهل الفتره. الكلام في اهل ايه معنى كلمه فتره؟ فترة دي في اللغة ايه؟ زي الفتور، من الفتور، مش كده؟ يبقى الفتور ده معناه ايه؟ الغفلة والترك. يبقى معنى أهل الفترة يعني الفترة التي كانت بين نبيين، فاسمها ايه؟ فترة من الفتور، وهو الغفلة والترك، لأنهم تركوا بلا رسول، يعني كانوا متروكين كده، يعني ايه؟ غافلون، ما جالهمش رسول، مش كده؟ يبقى المراد الفترة يعني
فترة انقطاع ما بين نبيين، يعني أي نبيين في فترة بينهم مدة زمنية انقطعت فيها الرسالة بين الأول وبين الثاني، والأقوام الذين وجدوا في هذه الفترة اللي فيها انقطاع للرسالات السماوية أطلق عليهم أهل فترة، فإنه كان بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى قرابة 600 سنة، يعني حوالي ما يقرب من كان من 600 سنة، وقتادة قال 560 سنة كانت بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد. يبقى معنى كده أهل الفترة هم الأقوام الذين كانوا بين أزمنة الرسل، يعني لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني، يعني جاءوا مثلا بعد زمن سيدنا عيسى ولم يدركوا زمن مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لسه حنأتي بالكلام. إذا فهمنا الآن تعريف كلمة فترة، يعني من الفتور يعني الغفلة والترك. يا أهل الكتاب، هي كلمة قرآنية، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة، يعني كأنه على ترك وعلى فتور، لم يأتكم رسول، يعني مدة كان فيها انقطاع بين نبيين من الأنبياء. زي مين؟ زي الأعراب. الأعراب دولة، هل سيدنا عيسى أرسل إلى الأعراب، إلى الجزيرة العربية؟ لا. فالأعراب دولة لم يرسل إليهم سيدنا عيسى ولم يلحق مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كده في بحسب هذا التعريف تشمل الفترة كل انقطاع زمني بين رسولين، يعني أي نبيين بينهم فترة، الناس اللي كانوا موجودين لا لاحقوا الرسول الأول ولا أدركوا الثاني، وقال لكن العلماء قالوا لا، ده الفقهاء إذا تكلموا في الفترة إنما يعنون التي بين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عيسى، قال إحنا من نشأ إلا بالفترة دي، أما الفترات اللي كانت بين الأنبياء الله أعلم، بإنما كلامهم منصب على أهل الفترة اللي هم يعني لم يدركوا البعثة المحمدية ولم يدركوا زمن مين؟ زمن سيدنا عيسى. فما أنت هيحصل لك إشكال فيه، أفرض هم ما أدركوش زمن سيدنا عيسى، أفرض أدرك، هل كان سيدنا عيسى أصلا مرسل إلى العرب؟ حتى لو أدركوا مش مكلفين، ده هو مرسل إلى ده يعني معناها رسولين يكونوا أرسلوا إلى قوم، يعني إلى العرب، يعني فهم لا لاحقوا الرسول الأول اللي هو أرسل إليهم ولا الرسول الثاني اللي هو أرسل إليهم، لكن الرسول الأول ده لم يرسل إليهم أصلا، فهي ده نقوله أدركوا أو ما أدركوهوش، لأن الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كده أول سورة النار، تنزيل الكتاب لا ريب أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني ما فيش حد جالهم قبلك، يبقى القوم اللي هم مين؟ العرب أو قريش، لم يرسل إليهم رسول قبل سيدنا محمد، حتى سيدنا عيسى لم يرسل إليهم أيضا، يبقى لم يرسل إليهم رسول، يبقى الضلال اللي حدث فيهم ده والغفلة اللي كانوا فيها، لا أرسل إليهم لا عيسى ولا موسى عليه السلام ولا غيرهم من أنبياء بني إسرائيل، بل لم يعرف التاريخ رسولا أرسل إلى العرب بعد إسماعيل إلا سيدنا محمد، يبقى من عهد سيدنا إسماعيل ما جالهمش
رسول. طب الرسل اللي جات لناس تاني مش ليهم هم، دول مين؟ لبني إسرائيل. إنما بالنسبة لأهل الكتاب يصح التعبير إن سيدنا عيسى وموسى كانوا مرسلين إليهم، وسيدنا محمد مرسل إليهم. يبقى هنا فعلا دول إيه يعني مطالبين بالأول ومطالبين بالثاني. أما العرب والأعراب والكل ده غير مطالب بمين؟ بالأول. بما سبق أن سلم من رسالات أخرى أرسل بها موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام. وقلنا لا يعرف التاريخ، ما فيش رسول بعد سيدنا إسماعيل اللي هو جد العرب إلا مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده اللي يؤكد كده، يؤكد هذه الحقيقة أن العرب كانوا يتعبدون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم وإسماعيل. ما كانش لهم شأن بمين؟ بأنبياء بني إسرائيل ولا بأهل الكتاب. يعني ظلوا العرب بعد سيدنا إسماعيل فترة طويلة عبادتهم على مين؟ وديانتهم على حتى قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. كم ما زال في بقايا اللي هم كانوا به الحنفاء، والحنفاء نسبة إلى مين؟ إلى بقايا دين إبراهيم عليه السلام. ما قلناش معناها ما زالت ايه في بقايا من ايه من دين ابراهيم وايه واسماعيل. فلو كان في شيء من اهل الكتاب كانوا ايه كانوا تعبدوا به، فهذا دليل على انه غير متعبدين بايه بالنبوات او بالرسالات بتاعه بني اسرائيل. حتى فشت فيهم عبادة الاصنام، واول من احدثها من عمرو بن إيه؟ ابن لحي، هو أول من إيه؟ أسس عبادة الأصنام في إيه؟ في الجزيرة العربية. زي بني إسرائيل يعني مكلفون برسالة محمد. يعني دولت أهل الكتاب الذين أرسل إليهم سيدنا عيسى عليه السلام، مش كده؟ اللي هم من بني إسرائيل اللي ما أدركوش عيسى، تمام كده؟ لكن مبعد ما أدركوش محمد صلى الله عليه وسلم. المجنبين ده مرسل إليهم وده مرسل إليهم، فهم دول أهل فترة لأنهم بين نبيين كلاهما مرسل إليهم لأنهم من بني إسرائيل. أما بالنسبة للعرب اللي معناها الفترة بتاعتهم طويلة جودة من أيام مين؟ من أيام سيدنا إسماعيل. ولذلك القرآن نفذ ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم إيه؟ لعلهم يهتدون. يبقى احنا بنتكلم الآن في أهل الفترة اللي هم وجدوا سواء كانت الفترة طويلة أو قصيرة بين إيه أزمنة الأنبياء، أو وجدوا في الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من مين؟ أو من العرب أو من غيرهم. فما حكم أهل الفترة؟ وصلت الأقوال إلى يعني أقوال متعددة في شأنهم، لكن أشهرها وأوضحها أن أهل الفترة ناجون كده بدلالة أو بصريح القرآن الكريم. وما كنا معذبين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم وما كنا مهلك القرى في آيتان وأهلها غافلون، يعني الغفلة اللي فيه من قضاء، يعني ما كان الله تعالى ليعذب أحدا أو إيه ليؤاخذه حتى يقيم عليه الحجة. نعم. سنتكلم عنها لئن صبرتم لهو خير الصابرين. ومن منهم من قصصنا عليكم خلا فيها نبيه
خلى دي يعني مضى لم يقل بقي. فبعد النذير ده هينسوا الناس وهيبدا يقول الزمن في الفتره دي بين النذير ده الخلى ده وبين اللي بعده. فكده الكلام ماشي يعني صحيح جاء نذير ما قلناش محدش جه لكن اتنسى الزمن مع طول العهد. فاحتاج الناس الى رساله جديده لانه الرساله اللي لم تحفظ ولم تدون ونسيت وبدلت وغيرت. فيحتاج الناس الى ايه؟ الى رساله جديده. انما ان هم عاصروا هذا النذير مكلفون به باتباعه. لانه بمجرد موت هذا النذير وموت اتباعه خلاص ماذا بقي من دينه او من شريعته؟ الا اذا تناقل بعض الناس اشياء وحفظها لابنائه وهؤلاء الابناء كانوا بارين واستمروا على ذلك. لكن هذا يوجد فيه حالات فرديه بدليل انه كان في الجزيره بقايا عدد قليل يعد على الاصابع وما عداهم كان في الجاهليه غيروا وبدلوا نسخوا لشيء. لم يبقى الا يعني المعالم اللي في الحج والمناسك بتاعه ومع ذلك جابوا عند الكعبه اساسا 360 صنم وكانت الاصنام على نائله واساف والصفا اهدل انت ومع ذلك في بقايا من الدين الصحيح. وكانوا يطوفون بالبيت عرايح وكانوا يذبحون للاصنام وكانوا يشركون. كل ده حصل بعد ايه؟ بعد وفاه ايه النذير وبعد ضياع ايه الدين القديم. لكن مع ذلك كان في ايه بقايا تشير على انه في عبادات ايه صحيحه ما زالت باقيه. جاهل الفترة ناجون وإن بدلوا وغيروا أو عبدوا الأصنام في إيه؟ في زمن الفترة. إحنا في زمن الفترة مش في زمن الرسول. واضح؟ نعم. والمذهب إيه؟ الحق هذا الذي الصحيح مبني على إيه؟ على أصول الأشاعرة. يعني هذا الكلام ده مبني على أصل عند مين؟ الأشاعرة. إيه هو الأصل ده؟ اللي هو إحنا قلناه في شروط التكليف اللي هو لم تبلغهم إيه؟ الدعوة. يعني هذا الأصل أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيا. ليه؟ لأن الواجبات كلها مع كل الواجبات دي معلوم وجوبها بالشرع. كل الواجبات اللي مكلف بها المكلف وجوبها منين؟ ها؟ الشرع. ولا شرع قبل الايه؟ قبل مجيء النبي في الفتره ما فيش شرع. يبقى اذا جميع الواجبات كلها بمعلوم ايه؟ معلوم وجوبها بالشرع. واضح كده؟ فلأجل هذا لا شرع قبل ايه؟ قبل النبي. طيب لكن السؤال الذي سألته ما ورد من الأخبار في جماعة إلى معينين من أهل الفترة زي مين؟ أمرء القيس في حديث ورد كده فيه أنه حامل لواء الشعراء إلى النار وفي حاتم الطائي وبعض آباء الصحابة اللي كان يسألوا يا رسول الله أين أبي في الصحيح كان يقول له أبوك إيه؟ أبوك في النار مش كده؟ فأجاب العلماء طبعا في إجابات كثيرة طويلة ولكن الأولى أن نأتي بالإيه؟ بالإجابات الإيه؟ القوية. يبقى قال العلماء إنه ما جاء في الأخبار لأنه جماعة من الصحابة من أهل الفترة اللي أنتم بتقولوا عليهم ناجون وغير معذبين وإن بدلوا وغيروا فماذا تقولون في أحاديث صحيحة وردت بأنه بعض أهل الفترة زي فلان وفلان وبعض آباء الصحابة في النار؟ فالجواب أن هذه الأحاديث رواية أحد لا تعارض القطعي. القطعي اللي هو الآية وما كنا معذبين فلا يعارض القطعي إلا بقطعه. إنما ما يعارضش به تبقى الآية كده قطعية ما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا. ده الجواب اللي يريحك. أو يجوز في جواب ثاني
يجوز أن يكون تعذيب من ورد الخبر بتعذيبه لأمر يختص به يعلمه الله ورسوله. يعني تعذيب دولة بالذات لأمر ثاني الله تعالى أعلم به، مش داخلين في العموم، ده حاجة خصوص دي. وبعض العلماء قصر العذاب على من بدل وغير الشرائع، لأنه هذا اتخذ إيه؟ أسوة سيئة، يعني كأنه سن سنة سيئة، زي إيه؟ الذي جاء بالأصنام إلى بلاد العرب، وأول من إيه؟ عمرو بن إيه؟ ابن لحي. ده طبعا يعتبر يعني ده رجل مؤسس ملة كفر، مش رجل يعني عادي، ده قائد دولة أو زعيم، فده يتحاسب حساب خاص به. إنما الناس العوام والهمج والرعاة هم، إنما اللي ده بيفكر وبيضل ناس وعاوز يعمل دين وعاوز يعمل شريعة، ده لا، ده لازم تأدب، ده يعني مين اللي سمح لك تعمل حاجة زي كده؟ يبقى إذن يا إما نقول كده هذه أخبار أحد لا تعارض أو لا نعارض بها القطعي، أو نقول ما ورد الدليل بتعذيبه فهذا إيه في خصوص في بعض الناس لأمر يعلمه الله تعالى ورسوله، أو نقول بقصر العذاب على إيه؟ على اللي هم بدلوا غيروا الشرائع وأحدثوا في الإيه؟ في أشياء لإضلال إيه؟ ضل بها غيرهم. اقرأ. ودخل في أهل الفترة أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبواه رضي الله عنهما، فهم قبلك عند فيه وما كنا معذبين. واعلم أن أهل الفترة ناجون ولو بدلوا وغيروا وعملوا الأصنام على الصحيح، بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكذا البله والصبيان والمجانين. يعني في نفس الحكم كده، واحد أبله واحد ايه صبي مجنون، ان قلت انه ورد يلا، ان قلت انه قد ورد في امرؤ القيس وحاتم الطائي وبعض افراد انهم يدخلون النار ويعذبون مع انهم من اهل الفترة. يعني ابنة حاتم الطائي لما جاءت نفس الله قال لها ايه؟ قال لها لو كان ابوك ايه مسلما لترحمنا عليه، ولكنه كان يفعل ذلك لايه؟ لامر يعني صنيع، يعني يبتغي السمعة وثناء الناس والمحمدة، وقد حصل له ايه؟ ما اراد. يعني هذا دليل على انه ابوها فين؟ في النار. ولذلك سألت ابنته قالت أين أبي، أو إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، قال إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني أراد الذكرى. أجيب بأن الحديث في شأن ذلك رواية آحاد، ورواية الآحاد لا تقاوم الدليل القطعي، وعلى أنه ليس رواية آحاد فدخولهم النار لحكمة يعلمها الله. يعني اللي تمسك بصحة هذه الأحاديث أو جعل في بعض الناس قالوا بإيه؟ بحجية خبر الأحاد بعض، ولكن خلاف إيه؟ للجمهور. يبقى إذن قالوا إيه؟ دخولهم النار بحكمة يعلمها الله تعالى. ودخل في أهل الفترة أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبواه رضي الله عنهم، فهم ناجون خلافا لمن شذ وقال بموتهما على الكفر، على أنه ورد حديث بإحيائهما. يعني طالما هذا هو الشأن وهذا هو الحكم في أهل الفترة، فيدخل إيه؟ أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدخل أمه، ويدخل أجداده عبد المطلب وهاشم وهكذا، فهم ناجون خلافا لمن شذ. في بعض من شذ وقال بموتهما، أي بموت مين؟ أبو النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر، ونسب هذا القول للإمام أبي حنيفة، هو بريء من ذلك، موجود في كتاب الفقه الأكبر في تحريف في العبارة، لأنه وجدت نسخة في مكتبة عارف حكمة في المدينة المنورة مكتوبة كده، وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على الفترة، يعني
أو الفطرة. وبعدها كده وأبو طالب مات كافرا. فالسؤال كده هنا لو عندنا الذكاء وبنف النسخة موجودة ومصورة صورها السيد محمد علو المالكي، لو كان الحكم واحدا أبو مسلم وأبو طالب كان يبقى العبارة إيه؟ وأبو رسول الله وأبو طالب ماتوا كفارا، ليه يقول مات على الكفر وأبو طالب مات كافرا؟ يبقى في تحريف ليه في النسخ، بدل كلمة الفطرة أو الفترة حرفت إلى الإيه؟ الكفر. والدليل أنه لا يستقيم العبارة لأن الحكم واحد، فلماذا يقول مات وبعدين يقول هو أبو طالب؟ لما الحكم واحد فكان يجمعهم فيه. وبر يعني استند ملا علي القاري وهو من علماء الأحناف قال بهذا القول الشنيع اتكالا على أنه صح عن أبي حنيفة، يعني يفتكر الإمام أبو حنيفة قال كده فاستند عليه، لكن لما تبين أنه هذا كذب ومنسوب إلى أبي حنيفة رضي الله عنه يبقى إذن الذي فعله ملا علي كان خطأ كبيرا. ولكن إيه بعض العلماء عذروا أنه استند في هذا إلى مين؟ إلى قول إمامه إمام أبي حنيفة رضي الله عنه، يبقى هذا قول فيه شذوذ. ليه؟ النص في الكتاب الفقه الأكبر كده وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على الفترة أو الفطرة، وأبو طالب مات كافر. طيب لو كان الكل واحد كان يقول إيه؟ ماتوا كفارا، ليه يجيب دول واحدهم ودول واحدهم؟ ما يجيش كده مع واحد يعني من على أنه ورد حديث بإحيائهما وإيمانهما به صلى الله عليه وسلم وإن كان ضعيفا. في حديث اللي هو بتاع إحياء أبو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حكم عليه كثير من الحفاظ بالبطلان في بعض الموضوع زي مين؟ الدارقطني وابن عساكر وابن كثير والذهبي وابن حجر وغيرهم وابن شاهين، وبعضهم قال إحياء ولا أصل له، ولكن بعض العلماء قالوا الحديث له أصل ولكنه إيه؟ ضعيف. ضعيف من ناحية إيه؟ السند، أو من ناحية إيه؟ الثبوت. أما من ناحية إن ربنا سبحانه وتعالى يحيي الموتى هو على أمر مسلم، وهذا اعتقاد إيه؟ أن الله تعالى يحيي إيه؟ من يشاء. مش ربنا سبحانه وتعالى أحيى أو كالذي مر على قريته فأماته الله إيه؟ والله تعالى إيه؟ قدرته تصلح. لكن الكلام هنا في إيه؟ في السند وفي إيه؟ وفي ثبوت الحديث، وليس في إيه؟ في معناه أو فيما يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إحنا لا نقول بهذا الحديث لأنه ضعيف أو لأنه موضوع، ولكن نكتفي بالقول بنجاتهما على الأصل اللي هو أنهم من إيه؟ من أهل الفترة. ولكن هل هناك ما يمنع أو ما يستحيل على قدرة الله سبحانه وتعالى من إحيائهما؟ هذا إيه؟ لكن المشكلة عندنا في إيه؟ إن الحديث ثابت أو غير إيه؟ هذا دفع بعض أهل المحبة طبعا والإجلال والاحترام للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه كده؟ قال كده أيقنت أن أبا النبي وأمه، أيقنت رغم أن الحديث ضعيف أو موضوع، لكن قال أنا أيقنت، قال هذا الحديث صح عن طريق الكشف عند أهل الإيه؟ الحقيقة. طبعا ده ليس حجة على من سواهم، يعني واحد ما عندوش كشف أو ما عندوش نظر حتى هتقوله تعال ده اللي هو يعني إن أنكر أو رد الحديث له عذر، أئمة كبار من أهل هذه الصنعة قالوا ذلك، لكن إنسان أطلعه الله تعالى وكشف له الحقيقة وآمن بها حتى مع عدم وجود الحديث ده موضوع ثاني. وذلك بيقول كده أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري حتى له شهد بصدق رسالة صدق أو سلم، فتلك كرامة المختار
هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري. قال يعني هو مسكين ما شاف أو ما اطلعش. وعلى كل حال الصنعة الحديثية أو الكلام في علم الحديث له رجاله وله إيه وله أهله. إنما الكلام هنا فين دولة بيقولك أصحاب كشف وانطلع. ولكن مع ذلك لا نحتاج إلى تأييد الكلام بهذه الأحاديث. ولكن عندنا الأصل القرآني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك عندك واحد تاني اللي هو كمان ده من أئمة الحديث ومن علماء هذا الفن الحافظ شمس الدين أبو عبد الله ابن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن ناصر الدين له كتاب في 3 مجلدات أو أكثر محطوط اسمه جامع الآثار في سيرة النبي المختار الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي اللي هو له إيه دائما لي أبيات جميلة جدا. عارف الأبيات بتاعت عتق الجارية اللي اعتقها أبو لهب اللي هي ثويبة لما قال إيه إذا كان هذا إيه جاء دمه في الكتاب أتى أنه في يوم الاثنين يخاطب عنه العذاب للسرور بأحمد وما الظن بالعبد الذي عاش مصبورا ثم عاش مصبورا بأحمد ثم مات موحدا. هذه الأبيات لمين؟ لابن ناصر الدين الايه؟ الدمشقي. هو تفتكروه ابن ناصر واحد ثاني؟ لا. حبى النبي مزيد فضل على فضل حبى الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا فأحيا. ده كلام ابن ناصر الدين وهو من علماء الحديث والسيرة لما بيقول كده فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا فسلم فالقديم احتج هنا بالعقائد. شوف كده لم يحتج بالحديث وهو إمام. قال فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا. يعني هو لم يصحح الحديث وإلا حيبقى إيه خائن في أهله. ولكنه إيه علق الأمر على إيه على قدرة الله سبحانه وتعالى. والمهم في الحديث الثبوت فلا يحتج بحديث غير ثابت. وذلك نقولنا الحديث الحجة ليست فيه وإنما في الدليل القرآني. وما كنا معذبين حتى نبعث. والإمام السيوطي رضي الله عنه وهو إمام جليل له مكانته له في هذه القضية اللي هي قضية أبوي النبي صلى الله عليه وسلم له 10 مؤلفات مش مؤلف واحد له 10 كتب كلها تصب في وجوب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من آذاه فقد آذى الله. ولذلك بعض العلماء قالوا إذا كنت انت يعني لا تستطيع يعني أن تسلم بهذه الأمور أو تقتنع بالدليل القرآني فعليك أن تتوقف يعني تسكت لا ينبغي ذكر هذه المسألة. يعني لما نجي نقررها ونتكلم فيها في علم التوحيد ينبغي ذكرها مع مزيد الأدب. يعني لازم يكون في زيادة أدب وإجلال لأنها ليست من المسائل الاعتقادية التي يعني يضر جهلها. يعني ليست هل كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف حال أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذا هي ليست من المسائل الاعتقادية التي يضر الجهل بها. فحفظ اللسان أولى وأسلم. وقد سئل القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي اللي هو الفقيه المفسر صاحب كتاب أحكام القرآن الإمام القاضي ابن العربي المفسر الكبير صاحب كتاب أحكام القرآن سئل عن رجل
قال إن أباه صلى الله عليه وسلم في النار. يعني سأل سيدنا الشيخ الكبير ده القاضي الإمام أبو بكر بن العرب المالكي عن رجل قال إن أباه أبا المصطفى صلى الله عليه وسلم في النار فقال ملعون. يعني من يقول ذلك فقد وجبت له اللعنة أو فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقالوا له إيه الدليل على ذلك؟ قال إن الله تعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ولا أعلم أذية لرسول الله أعظم من أن يقال عن والده أو عن واحد من والديه أو عن كليهما إنهما في النار. قال أنا ما أعلمش أذية أشد من كذا. فمن يقول بأنهما في النار فهو مجنون. قول إمام كبير والدليل واضح لك. أفرض أنت مش عاوز تعتقد كده أشكر ما تتكلمش ما تقولش في النار وانت عارف والديك انت فين اسكت انت عارف نفسك. فالأولى إما أن تتوقف وتترك اعتقاد هذه المسائل ولا تحكم فيها بشيء حتى وإن ظهرت لك حجج وأدلة. تأدبا مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس من حقه علينا أن نتأدب معه ومع آبائه الكرام؟ يبقى نسكت. كمل يا أخي. إن قلت إن آزر أبا إبراهيم الخليل كان كافرا بنص القرآن. نقلنا على مسألة ثانية. طب قال لك ما أنت كده بقول أجداد وكل حتى كده الناس لما يقول كده إن الله تعالى اختارني تمام من لم يزل يقلبني في أصلاب الإيه الطاهرين وأرحام الطاهرات ينقلني تمام كده حتى بعثني أو فأنا خيار من خيار من خيار خيار خيرية ولا تثبت الخيرية مع الكفر أو مع الشرك. الله تعالى يقول ولا عبد مؤمن خير من إيه؟ فكيف تجي الخيرية مع الشرك؟ طيب حيجي واحد يقول لك طب ما هو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم هو نسب نفسه بنفسه حدث ما وقف عند مين؟ عند عدنان ثم أمسك. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كعب حتى إيه وصل إلى عدنان وأمسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم كذب النسابون كذب النسابون كذب ثلاثة. ولكن الإجماع على أن عدنان ده من ذرية إسماعيل. لكن بين عدنان وبين إسماعيل قالوا عشرة بعضهم قال عشرون بعضهم قال ثلاثون أبا لا يعرفون بين عدنان وبين مين؟ والإجماع القطعي بنص القرآن إنه إسماعيل ابن مين؟ ابن إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم بنص القرآن أبو إيه؟ أبو آزر. وآزر كان كافرا. حد يقدر يتكلم؟ ما هو القرآن واضح. يا أبت لما تعبده؟ وبعد ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يبقى آزر ده الموجود في القرآن ده ليس والدا لإبراهيم وإنما هو عمه. أما ليه القرآن قال أبوه؟ قالت مهجرت عادة العرب وهذا استعمال نؤيده من القرآن نفسه. قالوا نعبد الكلام لمين؟ لسيدنا يعقوب لما حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه مات قالوا إيه نعبد إلهك وإله آبائك. إبراهيم ده بالنسبة ليعقوب يبقى إيه؟ إبراهيم وإسماعيل عمه. يبقى العرب تقول عن الإيه؟ وبعدين إسحاق أبو يعقوب لي كم أب ده هم الثلاثة دول واحد جده وواحد عمه وواحد إيه؟ وواحد أبو. يبقى معنى كده يجوز أن يقال إيه؟ وخد بالك ما فيش آية في القرآن قالت أنه أبو إبراهيم آزر إلا آية واحدة اللي بتاعت الإيه؟ الأنعام. وإذ قال إبراهيم لأبيه هم اللي لما في سورة مريم إنه كان إذ قال لأبيه يا أبتي
وفي السورة الثانية إيه؟ واغفر لأبي، وما قالش مين في جميع القرآن. الذكر هنا بيقول لك عطف البيان في اللغة ده له حكمة. لما أنت مثلا تخاطب أباك فلا تذكر الاسم مع الإيه؟ المخاطبة بالعبوة، تقول له يا أبي فلان، ما تقولش يا أبي فلان. فعندما تذكر اسما يعني تريد أن تميز أن هذا إيه؟ ليس أبا لك، وإنما أنزلته منزلة الأب. أهو ده السر في إيه؟ إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لما معروف أبوه أبوه قال لك لا، ما كلمة آزر ذا لنبين لك أنه مش يخاطب أبوه اللي هو والده، إنما يخاطب أبوه اللي هو إيه؟ اللي هو عمه الآن مرباه. أما والد إبراهيم عليه السلام فإنه كان مؤمنا. إيه الدليل على كده؟ برضو من القرآن الكريم، مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيه؟ إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يعني معنى بعد ما تبرأ منه أعلم أنه ده إيه؟ بريء منه. هل يعقل أنه يستغفر له بعد أن يتبرأ منه؟ مش ممكن. أمال شوف كده في آية في آخر سورة إبراهيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل، في آخر حاجة مش في أول الدعوة، على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ده بيختم حياته ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ولذلك هنا ما قالش لأبي، قال ولوالدي وللمؤمنين. فلو كان والده الحقيقي كان غير مؤمن كان قال ربنا اغفر لي ولوالدي ولغير المؤمنين او للكافرين عشان يدخلهم معه. هنا دل على ان اللي كان يستغفر له، وربنا سبحانه وتعالى يقول الا عن موعده، وابراهيم عليه السلام وفى بهذا الايه؟ بهذا الوعد. ابراهيم الذي وفى قال ساستغفر، يعني ادى الوعد، وفى بهذا الوعد أم لم يوفي؟ وفى في سورة الشعراء واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون، يعني وفى وخلصت المسألة. جاء بعد كده رجع ثاني قال إيه؟ ربنا اغفر لي ولوالدي. يبقى دليل على إنه ده غير ده، ما يستقيمش الكلام أبدا. يبقى هذا في آخر حياته بعد أن بلغ وانتهى. رب واحد يقولهم الآية اللي في سورة وإن كان قبل يقولوا لا مش ممكن تكون ايه قبل، لانه ده بيقول لك في اخر على الكبر، والكبر ده كان في اول الامر ولا في اخره. يبقى معنى كده العطف هنا ايه؟ يلزمنا بايه؟ بان اباه كان مؤمنا. نعم. يعني واحد بيسأل سؤال كويس، بيقول لك ايه الفرق بين الاب والوالد؟ الوالد لا يقال الا على الذي ولدك، ووالد وما ولد. اما الاب فيقال على العم وعلى الجد وعلى اب الاب وان علوا. ادم ابوك انما مش والدك. يبقى الوالد ده اللي هو انت اتولدت منه، انما الاب ده انت ممكن تعملني انا اب، بس مش اب يعني خليني كده يعني في منزلة اب روحي مثلا. وابونا مش كده في سورة في ملة ابيكم ابراهيم، مش كده هو سماكم المسلمين. وسيدنا عبد الله بن مسعود لما كان يقرأ الآية النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه ايه، كان يقول وهو ابوهم. فيبقى معناها كده الأبوة دي ممكن تكون يعني أبوة مكانة، يعني العم يعتبر إيه تخاطبه لكن ما تنسبش ليه الولادة. الولادة دي الأب ذاك إنما قال والدي أهده، ده ما فيش تأويل هنا. يعني يقال للعم أب لكن لا يقال له إيه والد. يلا وجئ لأنه كان عمه، وإنما سماه أبا لأن عادة العرب تسمية العم أبا. وفي أدلة من القرآن على تسمية العم أب. قوله شرعا منصوب على التمييز. الدليل على تسمية العم أب في سورة البقرة، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، وبالقطع إسماعيل عم مين؟ عم سيدنا يعقوب.
في دليل ثاني تجد فيه انه والاب يقال على الجد، لانه لما قالوا ابراهيم جد ابائي واتبعت ملة ابائي، خلاص كده واضح. قوله شرعا منصوب على التمييز لقوله وجب، اي وجب عليه ان يعرف ما ذكر من جهه الشرع. يعني هنا شرعا نعرفها ايه؟ تمييز. وبعضهم قال لا ده بنزع القاف، الشيخ هنا اختار انها تمييز، يعني وجب عليه ان يعرف ما ذكر من اي جهه، عاوزين نميز هنا، يعني وجب عليه عقلا شرعا ايمانا كذا، هذا اسمه تمييز. اما على نزع الخافض يعني وجب عليه بحكم الشرع، يعني بالشرع، خلاص كده يجوز. وجب عليه ان يعرف ما ذكر من جهه الشرع وليس. طب لماذا قلنا وجب شرعا؟ يعني سواء كان تمييز او على نزع الخافض الشيخ قال تمييز، لانه لا حكم قبل الشرع لا اصليا ولا فرعيا، ما فيش حكم. اما المعتزله جعلوا انه العقل ده يعني يستقل بالاحكام. طب وهل انكر الشرع؟ قال لا، لو انكر الشرع هيكفر، وانما قالوا الشرع جاء مؤيدا للعقل. يعني المعتزله ما انكروا الشرع ولكنه جعلوه تابعا للعقل. يعني معناه لما قالوا ان الاحكام يعني الحلال والحرام ده الحسن والقبيح الحسن والقبح العقليين دول عندهم بالايه؟ بالعقل، ولكن لم يقولوا بايه؟ بان بنفي الشرع، لان الشرع جاء بس يؤكد، خلاص كده. ولذلك المعتزله اليوم حاجات غريبه يقول لك وما كنا معذبين، او ما اقول لكم كده، انتم بتقولوا انه اهل الفتره، المعتزله بيقولوا كده اهل الفتره غير ناجين. طيب كيف تفعلون مع النص القراني وما كنا معذبين؟ قال ما هو الرسول معناه العقل. وليس منصوبا بنزع الخافض لانه سماعي. ورد بذلك على المعتزله القائله يعني بيقول لك هنا شرعا ده سماعي، انما بنزع الخافض ده قياسي، خلاص كده؟ يعني سمعت كده. يعني دائما يقولوا كده مثلا ايه؟ وجب شرعا، تمام؟ ما احد يقول وجب في الشرعي، يعني الذي سمع عن العرب وجب مثلا شرعا، فعشان كده قالوا ايه؟ تمييز وليس بنزع ايه؟ الخافض. ورد بذلك على ورد في اشياء في بعض الناس تخلط، يعني مثلا في ناس تخلط بين التمييز وبين الحال وبين نزع الخافض. يعني في قوله تعالى ايه؟ تلو يوسف ايه؟ او اطرحوه ارضا. ارضا لازم تكون هنا منصوبه بنزع الخافض، يبقى معناها اطرحوه ايه؟ في الارض. ما ينفعش حال ولا ينفعش تمييز، وما هيطرحوه في السماء، ما هو طرح هيكون فين؟ في الارض. لازم هنا تكون تتعين، تكون منصوبه بنزع الخافض، يعني في الارض، ما ينفعش حال، يعني حاله كوني مطروحا في الارض، فهي معنى طرحه. ورد بذلك على المعتزلة القائلين إن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل. يعني إذن لا خلاف في وجوب المعرفة بين أهل السنة أو المعتزلة، كلهم قالوا بوجوب معرفة الله، بل بأنها أول واجب على المكلف. إنما الخلاف في طريق الوجوب، هل وجبت؟ هم متفقون على انها واجبه. واجبه بايه؟ هنا الاختلاف، خلاص؟ يبقى ما فيش اختلاف في الوجوب، وانما الاختلاف في اصل الوجوب او في مصدر الوجوب او في دليل الوجوب. فاجماع، الاجماع على ان معرفه الله واجبه، لكن طريق الوجوب المعتزله قالوا العقل. يعني معناها قالوا الرسل دي جاءت مؤكدة ومؤيدة، فلو لم يبعث الله تعالى رسولا أو أي شيء لوجب على الناس الإيمان بخالقهم، فلا عذر لأحد، لا عذر لمخلوق في جهل خالقه، بل لازم يعرف فعلا المعتزلة. قالوا ما فيش عذر في موضوع،
يا رسول ما جاش. المهم يعني مثلا بالنسبة للتكاليف قال لا مش ما قالوش، لما قالوا الإيمان بمعرفة الله قالوا دي لا، أما ما عدا ذلك من أحكام أو واجبات يمكن يعذر فيها. حرمنا يقول تعالى ما صليتش ليه؟ يقول ها طب وش عرفني أنا أصلي كيف؟ وأتوجه وأصلي كم ركعة؟ ومين اللي قال له أعمل؟ فمعذور في ترك الصلاة إذا لم يأتيه رسول أو في ترك الأحكام، لكن ليس معذورا في معرفة الله. فمنهم من يقول لا حاجة للرسل فإرسالهم عبث وهؤلاء كفار. ومنهم من يقول ده في قول، ده قول الجماعة من ديانات الهند القديمة، قالوا إنه إرسال الرسل ده عبث وهؤلاء كفار. ومنهم من يقول إن إرسالهم معونة للعقل وهؤلاء فساق. يعني المعتزلة مثلا بيقولوا إنه الرسل ده لا يأكدوا أو كانوا يعاونوا العقل، ده فسق ده. نعم. لانه الـ 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 العقل تابع للشرع، الشرع هو الايه هو المتبوع. نعم. واعلم ان الاحكام التي وردت لنا عن الشرع 10 ولا مدخل للعقل فيها، خلافا لمن خلافا لمن قتل. نعم. 5 وضعيه و5 تكليفيه. يعني هنا حنعرف مثلا لما ندخل الاحكام اللي وردت بالشرع يعني معناها ايه المتعلقة بالحكم الشرعي، لأن الحكم كان قسم ثلاثة، حكم شرعي، حكم عقلي، حكم عادي. هو العادي الثلاث أقسام، الحكم إما يكون عقلي وإما يكون شرعي إما يكون. هنا الأحكام دي اللي ذكرها دي اللي هي الخمسة الوضعية والخمسة التكليفية تتعلق بأي واحد، بالعقلي ولا بالشرعي ولا بالعادي؟ طيب يبقى احنا عاوزين نعرف الثلاثة، نعرف الحكم الشرعي وبعدين نعرف الايه الحكم العقلي وبعدين نعرف الحكم العادي. يبقى الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. خد بالك الخطاب أزلي، يعني يتعلق بأفعال المكلفين إذا وجدوا تعلق تنجيزي. يبقى الحكم قلت أنا كمان هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، تمام، أو بالإباحة أو بالوضع لهما، أو ده تعريف الحكم الإيه الشرعي، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين واضح بالطلب أو بالإباحة أو بالوضع لهما. إيه معنى الكلام ده؟ الطلب قالوا الطلب ده على أربع إيه؟ على أربع أقسام. كيف الطلب على أربع أقسام؟ قالوا ما هو الطلب يا إما طلب فعل يا إما طلب ترك، وكل منهما إما جازم وإما غير جازم. يبقوا كام الأقسام؟ أربعة. يعني حطلب منك حاجة تعملها أو حاجة تتركها، والطلب يا إما يكون جازم يا إما يكون غير جازم. يبقى أقسام الطلب كام؟ أربعة. عرفنا كلمة بالطلب دخلناه. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، فهمناها كده، أو بالإباحة، تمام كده. يعني الإباحة ما فيهاش طلب تأخير يعني، أو بالوضع لهما. إيه معنى الوضع لهما؟ يعني كلمة الوضع دي اللي قالها هنا اللي هي الخمسة الوضعية اللي هي السبب والمانع والشر والصحة والفساد، أو ده كلمة بالوضع. فالوضع هو جعل الشيء شرطا أو سببا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، أو معنى الإيه الوضع. عاوزين نشرح شوي. الوضع جعل الشيء أو حال شرطا. إيه معنى جعل الشيء شرطا؟ يعني كما جعل الله تعالى الطهارة شرطا في صحة الصلاة أو استقبال القبلة شرط. يبقى في حاجة شرط اللي هو خارج عن الإيه؟ عن الماهية، وفي ركن اللي هو داخل فين؟ في الماهية.
يبقى كلمة الخمسة اللي هي الوضعية اللي هي السبب والمانع والشر والصحة والفساد. هي معنى الشر يعني جعل الله تعالى الشيء شرطا في شيء آخر، كما جعل الطهارة شرطا في للصلاة، أو سببا زي إيه؟ كما جعل دخول الوقت، ولما يقولوا إيه أسباب سبب الصلاة دخول الوقت يبقى ده اسمه إيه؟ سبب. أما الطهارة إيه؟ شرط. أو مانعا يعني ربنا يجعل حاجة تمنع، كما جعل الحيضة مانع من إيه؟ من الصلاة. يبقى فيه حاجة شرط وفي حاجة سبب وفي حاجة مانع وفي حاجة الصحيح والفاسد، ككونه هذا الشيء موافقا للشرع باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع فهذا هو الايه الصحيح، والعكس هو الايه هو الفاسد. يبقى اذن الخمسة، قول الخمسة كده الوضعية كان. فالأولى هي السبب. واعلم ان الاحكام، عشان واحد يقول لك انتم بتقولوا الاحكام كام؟ لا الأحكام خمسة وهنا بتقولوا عشرة، والأحكام التي وردت عن الشرع عشرة وهي كام؟ وهي خمسة. قل له خمسة اللي هي التكليفية وعشرة اللي هي تكليفية ووضعية مع بعض. فالخمسة الوضعية اللي هي الشرط والمانع والإيه والسبب والصحة والفساد، والخمسة التكليفية اللي هي الحرمة والوجوب والندب والكراهة والإباحة. إذا خمسة تكليفية وخمسة وضعية، واضح؟ يعني وضعية يعني جعلها الحق سبحانه وضعها يعني شرطا أو سببا أو مانعا أو صحة أو فسادا. كم؟ واعلم، قولوا واعلم. واعلم أن الأحكام التي وردت لنا عن الشرع عشرة ولا مدخل للعقل فيها خلافا لمن ذكر. يعني معناه هذه الأحكام سميت أحكام شرعية لأن المستند فيها والحجة هو الشرع ولا مدخل للعقل. نعم. يعني هل العقل اللي جعل الحيض مانع من الصلاة أو جعل دخول الشرع؟ وذلك أسندت مباشرة إلى الإيه؟ الشرع. إلى الشرع. يعني يدل على أن المعتزلة أيضا حكموا العقل في هذه الأحكام. ما لناش دخل بهم، خلافا لمن ذكر. نعم. خمسة وضعية وخمسة تكليفية، فالأولى هي السبب والمانع والشرط والصحة والفساد. يبقى السبب ده إيه الفرق بين السبب والشرط؟ السبب ما يلزم من وجوده الوجود، خلاص كده، ومن عدمه العدم. السبب كده يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والشرط ما يتوقف على وجوده الشرط. لا عدمه العدم ولا يلزم من وجوده العدم. لا انت لخبطت كده، قول انت يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده. يعني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم. امشي مظبوط كده متفرج. قوله ان يعرف ان وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل فكل من كلف شرعا وجبا. سمعان كده؟ نعم. عليه أن هنا إيه؟ أن الله أكبر، خلاص اللهم صل، لا خلاص اللهم صل وسلم، اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا محمد.